بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين الى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لله عز وجل إرادتان تكوينية وتشريعية، فإن كانت إرادته تكوينية، الإرادة التكوينية لا تتخلف عن المراد، وإن كانت تشريعية، فقد أراد المولى لك أن تختار ما أمره فتعمل، وأن تنتهي عما نهاه فلا تعمل فهي اراده تكوينيه للتشريع فقط يعني الاراده التشريعيه ايضا اراده تكوينيه الهيه هذه الاراده التكوينيه في الامر يعني صدر الامر الالهي صل افعل اما متعلق الاراده التشريعيه فدعوتك نحو الفعل ان تاتي باختيارك تعمل الفعل نمثل ببحث في كتاب الأيمان يذكره الفقهاء لو نذر أو قس أقسم يمينا على أن يفعل الواجب قال والله أصلي الصبح وصلاة الصبح واجبة والله أصلي الصبح إن شاء الله استثنى في يمينه والاستثناء في اليمين يعني التعليق على مشيئة الله عز وجل فلو لم يصل في ذلك اليوم بس عصيانا أو لأي أمر آخر فهل حنث بقسمه وبيمينه أم لا الإرادة إن كانت إن شاء الله يعني إن شاء الله بالإرادة التشريعية قاطعا الله بالإرادة التشريعية يريد منا صلاة الصبح فإن إرادته التشريعية المكلف يصلي الصبح فإذا لو حنث لو لم يف بنذره فقد حنث وعليه الكفارة لأن الإرادة التشريعية لله عز وجل بالنسبة لصلاة الصبح الوجوب فهو خالف المشيئة التشريعية ولكن إن كانت المشيئة مشيئة تكوينية يعني لل والله أصلي الصبح إن شاء الله يعني بالمشيئة التكوينية الله مشيئته التكوينية لا تتخلف عن المراد كن فيكون فلو قمت وصليت الصبح فقد نفذت اليمين ولم أحنث إن لم أقم لصلاة الصبح بس متعمدا فعدم قيامي معناه أن الإرادة التكوينية لله عز وجل أن لا أفعل لانه ما يصير الله يريد افعال بالاراده التكوينيه وانا اتخلف عن الاراده التكوينيه. مو معقول، محال. فقالوا بانه لا يحنث هنا. لم يصدر الحنث. ليش؟ لان الله عز وجل بالاراده التكوينيه لم يرد لي الصلاه. بالاراده التشريعيه اراد الصلاه، ولكن اراده الصلاه بالاراده التشريعيه انما هي ان اعمل بالاختيار. ففيما نحن فيه في القسم انا لم احنث. إن كانت المشيئة مشيئة تكوينية الله عز وجل بالفعل لم يردني أن أصلي لم يردني إرادة تكوينية ليس خالط بين التشريعية والتكوينية أراد لي الصلاة بإرادتي فما دام أنا لم أصلي فالله لم يجبرني على الصلاة فلم يشاء إرادة تكوينية فهنا لا حنثة إذن الإرادة التشريعية والتكوينية تختلف الله في هذه الروايه الله عز وجل يريد ابقاء الرسول صلى الله عليه واله وعد وان لا يقتله المنافقون فهذه اي اراده اراده تكوينيه فما يصنعه المنافقون كل ما يحاولون ما يتمكنون لان الاراده التكوينيه لله عز وجل قامت على وجود النبي صلى الله عليه واله وعدم قتله وعدم تاثير السم فيه. اكثر من مره سمم الرسول صلى الله عليه واله ولكن ما كان السم يؤثر في بدنه. اكثر من مره سمم الامام الحسن المجتبى في كل مره كان يذهب الى قبر رسول الله صلى الله عليه واله ويخرج بطنه الشريف ويمرغه بتراب القبر ويشفى. اذا هذه الاراده التكوينيه لله عز وجل لم تتعلق بتاثير السم. الاراده التكوينيه لله لم تتعلق بتاثير النار للاحراق لم تحرق النار النبي ابراهيم عليه السلام ولكن لله اراده اخرى انه يجب ان لا يقتل احد الله عز وجل ينهى عن القتل من قتل نفسا بغير نفس او فسادا في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا الإرادة التشريعية لله أن لا يقتل لذلك إن ارتفعت الإرادة التكوينية فذاك السم راح يؤثر في الرسول صلى الله عليه وآله لنا الآن المنهي عنه تلك المرأة التي سممت الرسول صلى الله عليه وآله قد نهيت عن قتل الإنسان المحقون الدم بل نهيت عن قتله مثل رسول الله صلى الله عليه وآله فهنا فقط الإرادة التشريعية موجودة مو التكوينية فهنا في العقبة في غزوة التبوك الله عز وجل أراد حفظ رسوله لذلك كل القضايا الطبيعية لم تؤثر أتى المنافقون في العقبة أخذوا جذور كبار ملأوها حصى وحجارة الإبل والناقة تنفر إن خافت، إن كان هناك صوت رهيب فتنفر، فتلقي براكبها وهي تبتعد. العقبة مكان ضيق منحدر ومرقى صعب فيعني فالطريق في جدا ضيق بالقوة الإبل يمشي من هذا الطريق. فالمنافقون عندما رموا هذه الأحجار والحصيات على ناقة رسول الله صلى الله عليه واله الناقة لم تسمع. مع ان فيها اصوات لانه من فوق الجبل من القله اداروها على رسول الله صلى الله عليه واله تلك الظروف ولكن الناقه لم تسمع فبقيت ثابته في مكانها تمشي وهذه الحصى والحجاره لم تصب الناقه وانما اطارها الله وصلت الى منطقه بعدين طارت هذا الطريق الصعب ووقعت في بطن الوادي هاي كلها اراده تكوينيه لله عز وجل بأن الرسول صلى الله عليه وآله يجب أن يكمل رسالته فلذلك خطط المنافقين كانت تبوء بالفشل كفى بالأجل حارسه وهذا معناه أن الإرادة التكوينية لله إن لم تكن في موت الإنسان مثل الموت المعلق أو المحتوم فواحد ما يموت حتى لو يدخل في وسط الحرب في معمات الحرب ما يموت وإلا يقع من مكان بسيط ويموت بس الكلام انه المنافقون في غزوه تبوك بصوره خاصه رفع الغطاء عنهم كان المنافقون قبل غزوه تبوك وكانت الحاله هم مختلطين مع المؤمنين يخبثون ويخططون ضد المؤمنين ولكنهم مختلطون مع المؤمنين في غزوه تبوك اولا بعض المنافقين رفع الغطاء عنهم بأنهم قعدوا في المدينه ولم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه واله فعرف هؤلاء انهم منافقون طبعا سوره المنافقون نزلت المنافقون اسم السوره فسوره المنافقون نزلت على رسول الله في غزوه تبوك بعد غزوه تبوك فاولا مجموعه منهم بقوا في المدينه فهؤلاء القاعدون المتخلفون عن الحرب عرفوا انهم من المنافقين مجموعة أخرى أسسوا مسجد الضرار في تلك الفترة في حرب غزوة التبوك فأيضا مسجد الضرار لمسجد أسس على التقوى من أول يوم خير وهذا المسجد يجب أن يحرق رسول الله فعرف من كان يرتاد هذا المسجد ومجموعة ثالثة هي كانت مع رسول الله الأربع وعشرين في بعض الروايات الثلاثة عشر في بعض الروايات الثلاثة عشر مختلف الروايات يمكن رؤوسهم 12 كانوا مجموعة من الرجال أيضا 12 24 يمكن الجامعة بينها فهؤلاء كانوا مع رسول الله ورآهم حذيفة بن اليمان عمر كان ما يصلي على في فترة خلافته الظاهرية الغصبية ما كان يصلي على جثمان من لا يصلي عليه حذيفه يعني كانوا يجيبون باحد احد المسلمين كان يموت او يقتل فيريد يصلي على عمر يشوف حذيفه يجي يصلي عليه او لا لان حذيفه كان قد شاهد المنافقين رسول الله صلى الله عليه واله بين واللطيف ان حذيفه ممن اتفقت عليه الخاصه والعامه على حسنه وعلى ايمانه العامه يمدحون حذيفه بعنوان صحابي جليل لرسول الله صلى الله عليه واله وحذيفة كان من أخص حوارية أمير المؤمنين أيضا أو من أخص أصحاب أمير المؤمنين شارك في حروب في حروب رسول الله كلها في غزوات رسول الله كلها إلا غزوة بدر لأن المشركين هو في الطريق ذا إلى المدينة فقبضوا عليه هو والده فأخذوا منه العهود والمواثيق أن لا يشترك مع رسول الله في الحرب فهم أعطوا العهود تركوهم المشركين اتوا الى الرسول صلى الله عليه واله وقصوا القضيه لرسول الله الرسول قال زين انتم ابقوا في المدينه فاذن لهم في البقاء في المدينه ولكنهم ولكنهم اشتركوا طبعا هو وابنه في اه نعم في بدر بدر قبل احد بعد هو والده كانوا لانه والده في غزوه احد قتل على يد المسلمين ايضا قتل كانت كبير في العمر فخطا قتلوه وحذيفه شاف والده انه ده يقتل، اجى قال هذا والدي بس يعني الجراح كان عميق، فرسول الله صلى الله عليه واله امر بان يدفع ديته من بيت المال لحذيفه. طبعا نفس اللحظه حذيفه استغفر لقاتل والده، وما كانوا يريدون يقتلوه لانه من المسلمين، خطا تصوروه من 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 المشركين. فحذيفه اخذ الدية ووزعها على الفقراء، يعني هكذا رجل طبعا حقيقه اذا واحد يشوف تاريخ حذيفه اذا بما انه هو الراوي للروايه شويه للعبره واحد يذكر هذول الكبار باذن امير المؤمنين من قبل عمر اصبح واليا على المدائن من قبل امير يعني استاذن امير المؤمنين اذن له في ذلك وكان في اكثر من موقف يقول بان الحق مع امير المؤمنين يعني يصرح بذلك حتى في حرب جمل مجموعه كانوا جايين عنده قال بأن الحق مع علي بن أبي طالب صرح بذلك يعني في, في أزمة طلحة والزبير وفي مواقف أخرى قبيل وفاته أيضا مجموعة كانوا عنده فسألوه مع من نكون قال مع علي بن أبي طالب وهو رجل كان يعني أثبت مواقف متعددة اللي يجب أن يتعلم منه الإنسان أنه دخل إلى المدائن على راكبا حمارا أجلكم الله وبيده رغيف وملح يمغض في الرغيف كأنما الرغيف هم كان شوية خشن فأتوا إليه أهل المدائن أهل المدائن أتوا إليه هذول كان عندهم حكام فورس فاستغربوا أنه هذا حذيفة بن اليمن هو هذا اللي المفروض الآن أن يحكمهم هكذا أن يحكمهم هكذا فعلى حمار وبهذه الطريقة أول هم ما إجا قال رواية لطيفة أنا يعني نقله لطيف قال إياكم ومواقف الفتن إياكم وقال لمن حضر إلى استقباله قالوا ما مواقف الفتن؟ قال أبواب الأمراء يعني إن أنا اللي الآن أمير عليكم يدخل أحدكم على الأمراء أو على الأمير والوالي فيصدقه بالكذب ويمتدحه بما ليس فيه يجي يمدحه كذبة يصدقه بالكذب يعني الوالي يقول شيء خطأ هذا اللي عند الوالي يدري هو أخطأ ولكن يقول أنت صادق في كلامك في الخبر اللي نقلته في التحليل هذول اللي يمدحون يكونون على أبواب السلاطين هو هذا شغلهم ولا السلطان هو ما يقربه بث وفد مقطع من اردوغان واحد يستشكل عليه كبير المحامين في محاضره ما يستشكل عليه شخصيا وانما يستشكل على ان هناك فساد كبير في الحكومه واذا به يثور ويقول انت كاذب كذا وانت الحاكم المفروض مو بس تجمع حولك من يصفق لك ويمدحك خلي هناك من يوصل السلب لك ايضا بعدين انت تشوف كلامه صحيح او مو صحيح على الانسان ان يكون مستمعا جيدا اذا واحد انتقد الانسان انتقاد اشكل علي فانا استمع يمكن اشكال يكون وارد فاصلح نفسي ان لم يكن اشكال وارد خلاص سمعته فلا اهتم لان الحاله الطبيعيه للانسان بما انه يحب ذاته ما يتحمل اي اشكال اذا واحد اشكل علي راسا اخذ موقف اقلل موقف نفسي اذا هم لم اظهر لا خلي الانسان يقول سهل الكلام يقولون هو اذن قل اذن خير لكم يسمع منكم فاذا كلامكم صحيح يصدقه اذا مو صحيح يعبره وعنك اغضي إذن، فاذا ان الرسول صلى الله عليه واله اراد الله حفظه فالغرائب والمعجزات الالهيه كلها اجتمعت ليحفظ الرسول بالاراده التكوينيه وطبعا في وقته بما أن الإرادة لم تكن إرادة تكوينية بالنسبة إلى حفظ الرسول بعد أن أكمل الرسالة وبلغ الرسالة فأثر فيه السوم لاحظوا الكتاب عندما وصل حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أوعرفتهم بوجوههم أنت كنت في جوف الصخرة المنافقون أتوا وحول عقبه اجتمعوا هل عرفتهم؟ فقال يا رسول الله كانوا متلثمين وكنت اعرف اكثرهم بجمالهم هم متلثمين عندما دخلوا الى العقبه فانا عرفتهم بجمالهم برواحلهم اللي كانوا عليها فلما فتشوا المواضع فلم يجدوا احدا كل هذا الطريق فتشوا ماكو احد لانه هو حذيفه في بطن الحجره الصخره الكبيره أحدروا اللثام يعني أزالوا شالوا اللثام عن وجوههم فرأيت وجوههم وعرفتهم بأعيانهم وأسمائهم فلان وفلان وفلان حتى عد أربعة وعشرين كل الأربعة وعشرين عرفهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا حذيفة إذا كان الله يثبت محمدا لم يقدر هؤلاء يثبت يعني يريد بالإرادة التكوينية إثباته لم يقدر هؤلاء ولا الخلق أجمعون أن يزيلوه إن الله تعالى بالغ في محمد أمره ولو كره كافر الرسول صلى الله عليه وآله يجب أن يكمل الرسالة ويصل إلى الهدف المنشود بعد ذلك بعد بلغ رسالته فانتهى. لذلك هناك في الغدير يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الرسول كان كان يريد العصمه من الله عز وجل ان يعصمه من الناس. لذلك عندما اراد التبليغ عشره شهروا سيوفهم واحاطوا الرسول صلى الله عليه واله. لأن الناس ما كانوا يتحملون ان الرسول يجي يعين ابن عمه وصهره وامير المؤمنين اللي هو قتال آباءهم واقربائهم في الحروب ضربهم في حروبه الى ان اسلموا فما كانوا يتحملون ذلك، لذلك عشره من خيار اهل البيت اجتمعوا حول رسول الله شهروا سيوفهم حتى لا على الرسول عندما يريد يعين الرسول امير المؤمنين سلام الله عليه. ولكن الله يعصمك، يعني الان الاراده التكوينيه في حفظك. انتهى، الرسول قال لهؤلاء تنحوا عني، فان الله هو المتكفل لحفظي. لذلك في بعض الروايات اذا واحد يريد ان يكون في حفظ الله فليقرا عند خروجه خمس مرات سوره اية الكرسي اية الكرسي، خمس مرات لو قرا اية الكرسي فيكون في حفظ الله. لو قرا اية الكرسي مرة واحدة فيحفظه ملك من الملائكة. مرتان لو قرا مرتين فيحفظه ملكان ولو قرأ ثلاث مرات ثلاث ولو قرأ أربعة أربعة من الملائكة يجتمعون حوله ويحفظونه والملائكة يعني شيء عظيم مو شيء بسيط أكون في خطبة في نهج البلاغة أمير المؤمنين سلام الله عليه يبين عظمة الملائكة اللي يمكن بعض الملائكة كل هذا العالم على لسانه كحبة في فلات كل هذا العالم مو الأرض العالم كله هذا شلون ملك؟ شنو هذا العظمة؟ إنه يعني مو درب التبانة لا لا العالم كله كحبة في فلات في صحراء على لسانه يكون هذا العالم كله فإذا قرأ آية الكرسي خمس مرات الله يقول له هذول الملائكة الأربع تنحوا عنه فأني حافظه ثم قال يا حذيفه فانهض بنا انت وسلمان وعمار انتم الثلاثه وتوكلوا على الله فاذا جزنا الثنيه يعني مضينا، الثنيه يعني الطريق في الجبل هي هاي العقبه الصعبه فاذنوا للناس ان يتبعونا، لانه الجيش كان الكلام ان لا يتقدم على رسول الله. فصعد رسول الله صلى الله عليه واله وهو على ناقته وحذيفه وسلمان احدهما اخذ بخطام ناقته يقودها مو حطامها بخطام، خطام يعني الزمام الحبل اللي يربط به الفرس او الناقه. اخذ بخطام ناقته يقودها امام الناقه والاخر خلفها يسوقها والسائق خلف الناقه. وعمار الى جانب الناقه فهالثلاثه والقوم على جمالهم، القوم يعني ال المنافقون ورجالتهم منبثون حوالي الثنية على تلك العقبات الرجاله اللي كانوا بعضهم كانوا على الجمال كانما القياده الرجاله هم كانوا واقفين اطراف الطريق وقد جعل الذين فوق الطريق حجاره ما الذي اللي كانوا رايحين على القمه قمه الجبل جعلوا حجاره حصى في دباب دباب يعني ظرف كبير يجعل فيها الزيت والبذر وما الى ذلك قد فدحرجوها من فوق هذه الدباب الاواني الكبيره المليئه بالحصى والحجاره لينفروا الناقه برسول الله الناقه تفزع فتخرج عن حالتها وتخرج عن الجاده فتقع ومن عليها الى الهوه العميقه السحيقه لينفر الناقه برسول الله ويقع به في المهوى ما بين الجبلين هذا المهوى الذي يهول الناظر اليه من بعده يفزع اذا الناظر يشوف المهوى يفزع من عمق هذا المنحدر والمهوى فلما قربت الدبابه من ناقه رسول الله صلى الله عليه واله اذن الله لها هذا اي اذن اذن تكويني ايضا أذن لها لتلك الدباب المتدحرجة من فوق الجبل أذن لها فارتفعت ارتفاعا عظيما فجاوزت ناقة رسول الله صلى الله عليه واله ثم سقطت في جانب المهوى ولم يبق منها شيء الا صار كذلك كل هذه الدباب هكذا وناقة رسول الله وناقة رسول الله صلى الله عليه واله كانها لا تحس بشيء من تلك القعقعات الأصوات الرهيبة في منتصف الليل التي كانت للدباب ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله العمار اصعد الى الجبل فاضرب بعصاك هذه بهذه العصا اللي بيدك وجوه رواحلهم الراحله الابال والنياق الصالحه للسفره والحمل تسمى بالراحله فهذول كانوا مع رسول الله في جيش رسول الله فكانوا على رواحلهم فاضرب بها وجوه رواحل رواحلهم فرم بها يعني كانما هذه الرواحل قليل تسقط فعندما تهيج تنفر فيسقط في من عليها وهي قد تسقط في المهوى ففعل ذلك عمار فنفرت بهم رواحلهم وسقط بعضهم من كان على الرواحل من المنافقين فانكسر عضده ومنهم من انكسرت رجله ومنهم من انكسر جنبه طرف من اطرافه واشتدت لذلك اوجاعهم فلما انجبرت واندملت بقيت عليهم اثار الكسر الى ان ماتوا علامه وسام خزي بقي معهم الى الى موتهم ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه واله في حذيفه وامير المؤمنين عليهم السلام انهما اعلم الناس بالمنافقين لأن حذيفه كان وشاهد وفي بطن الصخره وما الى ذلك لقعوده في أصل الجبل في ابتداء الطريق ومشاهدته من مر سابقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذه الرواية نقولها الإمام العسكري عن رسول الله ف ما عن رسول الله عن رسول الله وهذه التفاصيل تفاصيل الإمام العسكري سلام الله عليه التي يبين فيها الواقعة تفصيلا وكفى الله رسوله أمر من قصد له يعني من قصد له السوء الله كفاهم كفاه شرهم وعاد رسول الله صلى الله عليه واله الى المدينه سالما فكسى الله الذل، يعني البس الله ثوب الذل والعار على من كان قعد عنه، يعني لم يذهب مع رسول الله المنافقون الذين قعدوا ظهر نفقهم والبس الخزي من كان دبر يعني خطط هذول اللي اجوا في العقبه دبر عليه في العقبة وعلى علي عندما رجع من عند رسول الله صلى الله عليه واله وحفروا له تلك الحفرة ما دفع الله عنه عليه السلام هذا ما كان في غزوة تبوك بعد غزوة تبوك بعد بقي هناك بلغ الرسول صلى الله عليه واله جميع الاحكام وبقي هناك امران الامر الاول الحج احكام الحج لم يذكرها رسول الله صلى الله عليه واله لاهل المدينه، الثانيه الولايه ففي السنه اللي تلت غزوه تبوك الرسول صلى الله عليه واله خرج مع اصحابه للحج وهناك بين شرائع الحج الحج واحكام الحج وايضا عين امير المؤمنين سلام الله عليه وصي فهناك احتجاجات مختلفه بين رسول الله وبين المنافقين في تعيين أمير المؤمنين يذكر صاحب الاحتجاج رحمه الله تلك الاحتجاجات ومعها خطبة الغدير التي ذكرها رسول الله نبينها إن شاء الله في الليالي المقبلة هذا وصلى على محمد وآله الطاهرين